المعرفات حياكم الله الرفاق أيها الحضور الكريم. يا أبناء شمال وشرق سوريا الأوفياء، نحتفل اليوم وإياكم بذكرى تأسيس قوى الأمن الداخلي. هذه المؤسسة العريقة برغم كل الصعوبات كانت ولا تزال الدرع الحصين للوطن والمواطن، وقد أنشأت لها كل الهياكل اللازمة ووضعت القوانين المنظمة للعمل ورسمت الاستراتيجيات والخطط المرحلية. واحتفالنا اليوم هو برفع كفاءة وقدرات العاملين في هذه المؤسسة وزيادة تدريبهم بما يتلائم مع مشروعنا السامي. وإننا خذنا وإياكم أصعب المواجهات مع التنظيمات الإرهابية، وانتصرنا سويا مع قوات سوريا الديمقراطية على مخططاتهم الإرهابية والتهجيرية. في البداية وباسم عوائل الشهداء نبارك ونهنئ الذكرى السنوية لتأسيس قوى الأمن الداخلي لإقليم الرقة، ونخص بالتهاني قواتنا الأمنية وإداراتها وعوائل الشهداء الذين قدموا فلذات عبادهم للوصول إلى هذا المستوى من الأمن والاستقرار. نحن نفتخر بكم لأنكم ركن أساسي من أركان الإدارة الذاتية، يقع على عاتقكم حفظ الأمن وحماية المدنيين.